انطلاق ثالث جلسات المحور السياسي للحوار الوطني ومناقشة موضوعات حرية تداول المعلومات وقضايا مجلسي النواب والشيوخ. مدبولي وجهه بالبدء سريعا في تنفيذ أعمال تطوير بالطرق والمحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير مع قرب افتتاحه. وأنباء عن تجدد القتال في الخرطوم بعد انتهاء هدنة استمرت 24 ساعة، الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني تتوالى الجلسات والخطوات لمناقشة الموضوعات التي تهم المواطنين كافة. الحوار يشهد مناقشات واسعة مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار حول أولويات العمل الوطني خلال مرحلة الراهنة. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. انطلقت ثالث جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. هذا وتعقد جلسات تبحث موضوعات حرية تداول المعلومات والقضايا الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ. وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد قرر إرجاء جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحة تنفيذية التي كانت مقررة اليوم لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي لموعد آخر سيتم تحديده لاحقا بنفس المتحدثين فيها وحاضرها. وللمزيد من المتابعة ومن مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر تنضم إلينا الزميلة جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جيرمين بعد التحية ضعينا في التفاصيل لديك الآن. نعم يوسف، بعد التحية بالفعل نتابع معكم من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني، هذا الحوار الذي جاء بتكليف رئاسي في ابريل الماضي كما دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم جاءت بعد ذلك مجموعة من الجلسات التحضيرية التي سبقت انعقاد الحوار في لجان الثلاثة اللجان الحوار السياسي او الجزء الخاص بالسياسي والاقتصادي وايضا المحور
الاجتماعي. اليوم هو مخصص للمحور السياسي بلجانه المختلفة، إذا تحدثنا بمزيد من التفاصيل فتعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلسة نقاشية عن عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ أيضا لعضوية المجلسين. هذه الجلسة بدأت منذ دقائق والنقاش يدور حول إجازة أو زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من عدمه، وإذا كان على عدد الأعضاء يتناسب في ظل الفترة الحالية وأيضا مع غياب المجالس الشعبية المحلية. أيضا هناك من تحدث عن أنه تم زيادة عدد الدوائر فبالتالي تحتاج لمزيد من التمثيل النيابي في مجلسي النواب والشيوخ. أما فيما يتعلق للحديث عن التفرغ لعضوية المجلسين فالحديث بيدور عن أنه قانون مجلس النواب ينص على إجازة التفرغ لعضوية المجلس مع إتاحة أو مع حفاظ أو احتفاظ العضو بوظيفته وتضاف إليه في المدة الخاصة بالمكافأة أو المعيش. أيضا في نفس التوقيت وبالتوازي بتعقد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة جلسة عن قانون حرية تداول المعلومات باعتباره مقوم أساسي لتحقيق التنمية وأداة رئيسية لمحاربة الفساد وأيضا دعم البحث العلمي والتقني في المجتمع. إذن الجلسات بتعقد بالتوازي بشكل مستمر بمشاركة مختلف فئات وأطياف المجتمع، وبطبيعة الحال سنواصل معكم بأي تفاصيل جديدة تأتي من خلال هذه الجلسات في شكل توصيات ترفع لرئيس الجمهورية. بكل تأكيد زميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على أهمية البناء على عمق العلاقات التاريخية الودية الطيبة بين مصر وأذربيجان على المستويين الرسمية والشعبية. جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وكيل أول برلمان أذربيجان والوفد المرافق له. من جهته أعرب علييف عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر وأذربيجان. هذا وتطرق اللقاء إلى أهمية توطيد علاقات التعاون البرلماني وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن يتم البدء سريعا خلال الأيام المقبلة في تنفيذ أعمال التطوير بالطرق والمحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير. وخلال اجتماع لمتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، شدد مدبولي على ضرورة أن يظهر المتحف المصري الكبير والمناطق المحيطة به في أبهى صورة مع قرب الافتتاح. كما شهد الاجتماع استعراض المخطط العام لتطوير المناطق المحددة بطريقي مصر الإسكندرية الصحراوي ومصر الفيوم وأنواع وتصميمات التشجير بهما. عاد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية لفرنسا والتي استغرقت عدة أيام. وقلد وزير الجيوش الفرنسي الفريق أول محمد زكي وسام غوقا الشرف الفرنسي من طبقة قائد، والذي صدق على منحه رئيس الجمهورية الفرنسي. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عقب انتهاء زيارته الرسمية بدولة فرنسا والتي استغرقت عدة أيام. وكان في استقبال السيد القائد العام للقوات المسلحة لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع الفرنسية السيد سيباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين. وقلد وزير الجيوش الفرنسية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وسام جوقة الشرف الفرنسي من طبقة قائد، والذي صدق على منحه رئيس الجمهورية الفرنسية.
وعقب المراسم عقد الوزيران جلسة مباحثات تناولت مجالات التعاون العسكري الثنائي لتعزيز العلاقات القوية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين. من جانبه أشاد وزير الجيوش الفرنسية بعمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين على كافة الأصعدة. وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة لمقر رئاسة الأركان الفرنسية بيلارد، حيث التقى خلالها الفريق أول تيري بوكارد رئيس أركان الجيوش الفرنسية. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة التعاون في المجالات العسكرية المختلفة وتبادل الخبرات بما يعظم القدرات القتالية لكلا الجانبين. كما التقى القائد العام بالفريق أول فابيان ماندون المستشار العسكري الأول برئاسة الجمهورية الفرنسية، وتناول اللقاء عددا من مجالات التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية. وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة القهار بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة بريمرهافن الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري العريق، حيث تم بناؤها وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية. وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة القهار من طراز ميكو A200 بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة بريمرهافن الألمانية لتنضم إلى الأسطول البحري المصري العريق، حيث تم بناؤها بشركة TKMS بترسانة SPN الألمانية وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية. وتعد الفرقاطة القهار الثانية من أصل أربع فرقاطات طراز ميكو A200 تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا. وتتمتع الفرقاطة القهار بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية، كما تعد إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، وتهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا حفاظاً على مقدراتنا ولتحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط. وشاركت عدد كبير من القطع البحرية في تنفيذ استعراض بحري أمام ساحل مدينة الإسكندرية احتفالاً باستقبال الفرقاطة القهار كتقليد بحري أصيل. ألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لطاقم الفرقاطة لما وصلوا إليه من مستوى متميز خلال فترة الإعداد. أثبتوا وبحق أن مصر لديها من الكوادر من هم قادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في تشغيل وصيانة الفرقاطة والعمل بكفاءة تامة على كافة أنظمتها. كما هنأهم على سلامة الوصول إلى أرض الوطن، وأوصاهم بأهمية الحفاظ على وحدتهم الجديدة والتدريب الجيد للوصول لأقصى درجات الاستعداد. وأشار قائد القوات البحرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري، بالإضافة لأحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلاً، موضحاً أن الفرقاطة الجديدة ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية كقوة تحقق الأمن البحري والاستقرار في المنطقة. الشعب المصري كله بيحتفل باليوم.
اليوم العظيم دواتي، لان احنا الجيش بتاعنا من اقوى الجيوش والاعظم الجيوش في العالم كله اللي بيدعي للفخر والعزه. يمكن منظومه التسليح الخاصه بالقوات المسلحه بتشهد تقدم من فتره للتانيه، وكل فتره بنسمع عن انضمام سلاح جديد للقوات المسلحه، فانا كشاب افرح ان بلدي فيها تقدم ملحوظ، والقوات المسلحه بتاعتها من القوات المسلحه في الاوائل على مستوى العالم. طبعا الواحد فرحان ومبسوط جدا 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 بالاحتفاليه دي. القوات البحريه معروف تاريخها من ايام حرب 73، وانا مبسوط جدا بوصول القهار لوصولها لمصر اللي هي من احدث الوسائل الحربيه اللي وصلت مصر. بتحس ان انت يعني وراك قوه، وراك يعني حاجه تمشي تنام تصحى تروح مشوار، عارف ناس حمياك، ناس واقفه وراك، يعني الواحد بيبقى حاسس بعزه وفخر. وطول عمر المصريين كده، وكان بحريه ولا جيش ولا شرطه، كلهم واحد عندنا في قلبنا من جوه. قوه جديده بتضيفها للقوات المسلحه المصريه وللقوات العربيه قوه الردع وقوه الحفاظ على الحاله الاقتصاديه والموارد الاقتصاديه. القوات البحريه المصريه هي القوه الرئيسيه للقوات البحريه العرب، وهي الركيز الرئيسي في البحر لينا، ودايما بتشرفنا ودايما بنضيف قطع جديده. بشكر القوات البحريه كمواطن مصري، وبشكر القوات المسلحه تحت رعايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه. حضر مراسم الاستقبال قائد المنطقه الشماليه العسكريه وعدد من طلبه الكليه البحريه وطلبة الجامعات والمدارس وعدد من أهالي محافظة الإسكندرية. أعلنت القوات الجوية خلال مؤتمر صحفي عالمي بدار القوات الجوية تدشين معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الأولى، والذي يمثل تجمعا ضخما لكبرى المؤسسات العاملة في مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران في العالم، وذلك بمشاركة أكثر من 250 مؤسسة وشركة محلية وإقليمية ودولية. في إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية في مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية على الأرض المصرية، أعلنت القوات الجوية خلال مؤتمر صحفي عالمي بدار القوات الجوية تدشين معرض مصر الدولي للطيران والفضاء Egypt Air Show 2024 في نسخته الأولى. معرض مصر الدولي للطيران والفضاء Egypt Air Show 2024 من المقرر انطلاقه في مايو من العام المقبل بمطار العالمين الدولي بمدينة العالمين الساحلية، انطلاقا من المكانة التاريخية والحضارية للدولة المصرية وحرصها الدائم على توطيد العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة لإقامة الفعاليات الهامة من خلال موقعها الجغرافي المتميز كبوابة للقارة الأفريقية وتوسط موقعها بين قارات العالم. يسعدنا أن نعلن من خلال هذا المؤتمر إطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الجوي تحت إشراف وزارة الدفاع، وبالتعاون البناء والوثيق مع وزارة الطيران المدني ووكالة الفضاء المصرية وإدارة الإشارة، والذي يعكس الرؤية المستقبلية والدعم اللامحدود الذي يليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتطوير وتوطين صناعة الطيران والفضاء، وأهمية تحقيق طفرة نوعية تتواكب مع تطور التكنولوجيا المتسارع في هذا المجال. ومن جانبه أكد وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي على أهمية مد جسور التعاون ومتابعة آخر ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في العديد من المجالات. معرض الطيران دولي هيكون معرض يختص به صناعة النقل الجوي والطيران العسكري والمدني والفضاء. طيب فيما يخص صناعة النقل الجوي، هي صناعة النقل الجوي مش الطائرة بس، لدى الطائرة والمكملات بتاعتها، الطائرة والمعدات اللي بتشتغل عليها، فيها معدات صيانة، فيها محركات، فيها أفيونكس اللي هي القطعة أو الأفيونكس المعدات الإلكترونية اللي جوه الطائرة، في حاجات بيكون مساعدة بتأمن سلامة الطيران. دي كلها من ضمن الحاجات اللي إن شاء الله هتكون معروضة في المعرض من الشركات المنتجة ليها، هيقولوا إيه التطورات اللي بتكون موجودة عندهم، بيكون ملتقى إن كل الناس تتعرف على كل ما هو جديد في عالم الطيران المدني والطيران العسكري. معرض مصر الدولي للطيران والفضاء Egypt Air Show 2024 تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة في مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران في العالم، بمشاركة أكثر من 250 مؤسسة وشركة محلية وإقليمية ودولية. إن الاستثمار في توطين
تكنولوجيا الفضاء والتوسع في امتلاك نقاط مدارية جديدة يساهم في الحفاظ على دور مصر الريادي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي للدولة المصرية 2030. لمعرض الطيران اللي هو يعقد في شهر مايو 2024 ده فرصة إن مصر تبرز دورها الريادي في مجال تكنولوجيا الفضاء. النهاردة الدولة المصرية استثمرت استثمارات كبيرة جدا في توطين صناعة الفضاء وتكنولوجيا الفضاء في مصر، بدأت بتأسيس وكالة الفضاء المصرية سنة 2018 وتلا ذلك استضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية اللي هي بتعتبر تخلي مصر هي البوابة لأفريقيا، إلى جانب تأسيس النهاردة بندشن أكبر مركز لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط. المعرض هيكون مقسم لعدة فعاليات كتير جدا زي العرض الأرضي، هتبقى فيه طيارات موجودة حقيقية موجودة على الأرض، عندنا عروض جوية هتطلع تعمل استعراضات في الجو، عندنا المعرض نفسه كمعرض للمنتجات الجوية، لمنتجات الفضاء، للطيارات التجارية، لكل ما يخص صناعة الطيران وصناعة الفضاء. إضافة جديدة تعزز من مكانة مصر وتؤكد على حرصها أن تصبح مركزاً متميزاً في مجال الطيران وقوة دافعة لتقدم صناعة الطيران وتكنولوجيا الفضاء. أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالعلاقات البرلمانية المتميزة مع برلمان أذربيجان، وذلك في ضوء تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وأذربيجان. وخلال استقباله وكيل أول برلمان أذربيجان عادل علييف، أكد جبالي عمق العلاقات بين البلدين والمنعكسة على حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات الثنائية مؤخرا. من جانبه أشاد وكيل أول برلمان أذربيجان بالزيارة الأخيرة للمستشار الدكتور حنفي جبالي إلى بلاده، والتي تعكس المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين الصديقين. جهود غير مسبوقة قامت بها مصر في طريقها للعبور نحو العالمية في مجال الخدمات اللوجستية لتقدم تجربة فريدة ونموذجا حاز إشادة عالمية. يعتبر تطوير القدرات اللوجستية المصرية واحدا من أكثر الملفات التي شهدت نجاحا كبيرا بالتزامن مع سعي مصر نحو التحول إلى أن تكون مركزا مهما للتجارة العالمية. تطوير القدرات اللوجستية للدولة واحد من أهم الملفات التي شهدت نجاحاً خلال العقد الماضي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية أفادت تقدم مصر بمعدل 48 مركزاً منذ عام 2014 وحتى عام 2019 ليصل إلى المركز 52 عالمياً، في حين تقدمت البلاد 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز 23. البنك الدولي وفي مؤشرات له في مايو الماضي حول أداء البنى اللوجستية والأداء اللوجستي أعلن تقدم ميناء بورسعيد 3 مراكز ليصل إلى المركز 10 عالميا لعام 2022 وفقا لنتائج مؤشر أداء مواني الحاويات من بين 348 ميناء حول العالم. استراتيجية تحول مصر لمركز للتجارة الدولية واللوجستيات جاءت من خلال رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ الدولة الاستراتيجية المتكاملة على مدار الأعوام السابقة في عدد من المحاور على التوازي، محاور تشمل إنشاء ممرات لوجستية زراعية كانت أو صناعية أو خدمية أو في مجال التعدين، فضلا عن إنشاء شبكة طرق ومواصلات ضخمة للربط بين الممرات والمواني. فتتوافر بمصر جميع المقومات لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، خاصة وأنها تتميز بموقعها الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر. فمنذ عام 2014 يستحوذ قطاع النقل على أهمية كبرى لدى الرئيس السيسي، نظرا لكونه قطاعا حيويا يخدم كل قطاعات التنمية في الدولة. فتابعت الدولة سياسة مرنة ومتطورة شملت التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطيها الإقليمي والدولي من خلال تطوير المواني البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهري
البحرية مع الدول العربية والأفريقية المجاورة. وفي ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير الزراعة والصناعة بهدف زيادة التصدير والحد من الواردات، كان هناك ضرورة لتطوير المواني وتهيئتها للتصدير. ومع إنشاء تجارة الترانزيت تزايدت الحاجة لربط مصادر الإنتاج سواء زراعيا أو صناعيا أو سياحيا أو تعدينيا أو خدميا، وذلك من خلال إنشاء ممرات لوجستية تنموية ترتكز على المناطق البحرية وربطها بمصادر الإنتاج من خلال شبكات سكك حديدية. هذا ولا تزال الدولة بقيادة الرئيس السيسي عازمة على استكمال خططها ومشروعاتها القومية الطموحة التي بدأتها منذ عام 2014 لتطوير كافة شبكات البنية التحتية، وفي مقدمتها مرافق النقل المتمثلة في المواني البحرية والمطارات الجوية والمعابر والمنافذ، بالإضافة إلى المحطات البرية والحدودية، لتولي الدولة اهتماما خاصا بتطوير وتحديث الشبكة القومية للطرق، علاوة على البدء في تشييد أول شبكة للنقل السككي السريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تتواصل توجيهات القيادة السياسية بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس. وتستهدف توجيهات الرئيس السيسي أن تكون مصر محركا للتجارة العالمية، وأن تكون كافة الاستثمارات بقطاع المواني وتنمية ظاهره باستثمارات مصرية، على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري. أوردت وكالة رويترز للأنباء تقارير تفيد بوقوع اشتباكات وإطلاق نيران مدفعية في أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بعد وقت قصير من انتهاء وقف لإطلاق النار استمر ل 24 ساعة. وقال شهود عيان إن القتال استؤنف عقب انتهاء سريان وقف إطلاق النار في 6 صباحا بالتوقيت المحلي في شمال أم درمان. وقال سكان إنهم سمعوا قصفا مدفعيا في منطقة شرق النيل في الضواحي الشرقية للعاصمة، كما وردت أنباء عن انفجارات واشتباكات في الخرطوم. يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين، حيث تتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات، خاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين والجنسيات الأخرى. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل. محمود، يعني بعد التحية صف لنا الأوضاع لديك.
نعم مرنا، بعد التحية يعني لازالت الجهود المصرية مستمرة في تقديم كل الخدمات للأشقاء السودانيين الذين يتوافدون عبر معبري قسط الوارقين وميناء أبو سمبل النهري. هذه الخدمات تأتي على رأسها التسهيلات التي تقدم لهم في دخولهم، حتى مع وجود الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية المصرية. وهنا نود أن نؤكد على بعض النقاط الهامة، أن الإجراءات الجديدة التي تؤكد ضرورة وجود تأشيرة إلكترونية مميكنة للأشقاء السودانيين الذين يتوافدوا عبر معبر قسط الوارقين هي إجراءات تنظيمية لتنظيم دخول السودانيين إلى مصر، بسبب أنه لوحظ خلال الفترة السابقة بعض الأنشطة الغير قانونية لبعض المتلاعبين في هذه التأشيرات وأيضا تزويرها، فعلى الحدود من الجانب السوداني مستغلين بالطبع هذه الأوضاع. لكن تم التأكيد على وجود هذه التأشيرات لتنظيم عملية الدخول بشكل أكبر، وهذه الإجراءات تتم وتم استحداثها بالتعاون والتشارك بين الجهات القنصلية المشتركة التي يتم التواصل بين مصر والسودان في يعني استحداث هذه الإجراءات ومتابعتها. وفي هذا الصدد أكدت وزارة الخارجية موافاة القنصلية المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية يعني إنهاء هذه الإجراءات وهذه الأوراق بسهولة وبشكل دقيق ومؤمن وفي سرعة تامة، تسهيلا على الأشقاء السودانيين في وادي حلفة الذين يتقدمون أو يتوجهون إلى مصر. وفي هذا الصدد يقدم لهم كل التسهيلات الممكنة، بمجرد أن تطأ يعني قدماهم معبر قسطل من الناحية المصرية تسهل لهم الإجراءات في مصلحة الجوازات بمضاعفة الأطقم العاملة في الجوازات في معبر قسطل، والتسهيل أيضا على كبار السن والتسهيل على ذوي الهمم وتقديم كل الخدمات اللوجستية والغذائية المختلفة، مع تسهيل وجود الحافلات التي تنقلهم من معبر قسطل وصولا إلى ميناء أبو سمبل النهري. وفي هذا الصدد أيضا يعني نؤكد أن مصر هي من أكثر الدول التي استقبلت الأشقاء السودانيين يعني بجوار كل الدول المجاورة للسودان، وهذا بشهادة السودانيين الذين نتحدث معهم. فمصر استقبلت خلال أكثر من 50 يوم على بدء الاشتباكات أكثر من 200,000 وافد من الحدود عبر معبري قسطل وأرقين، بالإضافة إلى وجود ما يقرب من 5 ملايين سوداني على أرض مصر. فبالتالي مصر لازالت تواصل تقديم كل التسهيلات وكل الخدمات المختلفة للأشقاء السودانيين في كل المحطات التي يمرون بها، بدءا من معبر قسطل وأرقين وصولا إلى موقف كركر الدولي وأيضا في محافظة أسوان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل العون والمساعدة للأشقاء السودانيين. حسناً، مراسل التلفزيون المصرية زميل محمود جميل كنت معنا من أبو سمبل، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ضرورة التوافق الوطني الليبي حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لدورها الحاسم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا. وخلال لقائه مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، أعرب العسومي عن ثقته في إعلاء الليبيين المصلحة العليا للبلاد بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية. هذا وجدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على موقف البرلمان الداعم لوحدة ليبيا والمحافظة على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية. اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحة المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وقال شهود عيان إن المستوطنين الذين بلغ عددهم العشرات اقتحموا باحة المسجد على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية. وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى. وفي سياق متصل، قالت منسقة الشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستينجز إن المئات من الفلسطينيين في القدس المحتلة معرضون لخطر الإخلاء القسري. وحددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم موعدا نهائيا لإخلاء إحدى العائلات من بيتهم لصالح المستوطنين. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي قد أشار إلى أن نحو 150 عائلة فلسطينية في القدس الشرقية
مهددة بخطر الإخلاء والتهجير القسري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالعلاقات العربية الصينية، مؤكدا أن التواصل بين الشعبين العربي والصيني شكل رصيدا من التفاهم والثقة المتبادلة. جاء هذا خلال مشاركة أبو الغيط في افتتاح أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والندوة الثامنة للاستثمارات اللتين تستضيفهما وزارة الاستثمار بالسعودية يومي 11 و12 من شهر يونيو الجاري في الرياض. كما أشاد أبو الغيط بالجهود التي بذلتها المملكة للتحضير للفعالية بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة وكافة الشركاء، مشيرا إلى أن هذه الاستضافة تأتي استكمالا لنتائج أول قمة عربية صينية عقدت نهاية العام الماضي في الرياض، والتي أعطت دفعة جديدة للتعاون العربي الصيني في كافة المجالات. بدوره قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إن مؤتمر الأعمال العربي الصيني يعد فرصة للعمل على تعزيز وتكريس الصداقة العربية الصينية التاريخية والعمل على بناء مستقبل مشترك يحافظ على السلام والتنمية. وأضاف الوزير السعودي أن المؤتمر حدث اقتصادي كبير، والاهتمام بانعقاده ينبع من اهتمام المملكة وحرصها على رفع مستوى العمل للخروج بنتائج تليق بالشراكة العريقة والمتقدمة في جميع المجالات الاستثمارية الحيوية بين الدول العربية والصين. قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا مليار إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا لمنع القوات الأوكرانية من التقدم في منطقة خرسون. وأضافت مليار أن التفجير الذي تسبب في فيضان هائل غمر البلاد والقرى وحصر السكان وجرف منازل بأكملها كان يهدف أيضا إلى إتاحة الفرصة لنشر قوات الاحتياط الروسية في منطقتي زابوريجا وبخموت. قال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ إن عواقب تدمير سد نوفا كاكوفكا في جنوب أوكرانيا ستكون لها تأثيراتها المأساوية على المواطنين والبيئة. ودعا ستولتنبرغ دول الحلف لتقديم الدعم إلى أوكرانيا على وجه السرعة، مشيرا إلى أن مسألة تدمير سد نوفا كاخوفكا سيكون على رأس محادثات اجتماعات الأسبوع المقبل لوزراء دفاع الناتو ومجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية. At the B9 meeting today, we prepared a NATO summit, which will take place. أعلن حاكم مقاطعة خرسون إجلاء نحو 7000 شخص من مناطق الفيضانات في المقاطعة، وذلك منذ تدمير محطة نوفا كاخوفكا لتوليد الطاقة. من ناحية أخرى، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خرسون أن 5 مدنيين أصيبوا جراء 41 هجوما شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية. وأضاف المسؤول الأوكراني أن الروس أطلقوا 32 قذيفة على خرسون خلال إجراءات الإخلاء في المدينة، وذلك حسب قوله، مما أدى إلى إصابة متطوعين وإلحاق أضرار بأهداف البنية التحتية المدنية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تشن عمليات هجومية مضادة للهجوم الروسي. من جهته، أشار الجيش الروسي إلى حدوث هجمات واسعة النطاق على مواقعه، خصوصا في الجبهة الجنوبية، وتستخدم فيها معدات أرسلتها الدول الغربية. تصاعد الصراع في أوكرانيا يفاقم الأزمة، والتطورات العسكرية الأخيرة كانت لها تداعياتها السلبية على الموقف. ففي الوقت الذي تواصل فيه موسكو عملياتها العسكرية، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن عمليات هجومية مضادة لجيش بلاده على الجبهة، رافضا القول ما إذا كان يقصد الهجوم الكبير الذي تعد له هيئة الأركان في كييف منذ أشهر. السلطات الأوكرانية
الأوكرانية تلتزم استراتيجية تقوم على الغموض، بينما يتحدث الجيش الروسي منذ أيام عن حدوث هجمات واسعة النطاق على مواقع خصوصا في الجبهة الجنوبية تستخدم فيها معدات أرسلتها الدول الغربية. الجيش الروسي أشار مجددا في تقريره اليومي إلى هجمات شنتها القوات الأوكرانية في منطقتي زابوريجيا ودونيتسك شرق أوكرانيا، ولا سيما بالقرب من مدينة باخموت، الأمر الذي أكده المتحدث باسم القيادة الشرقية في الجيش الأوكراني الذي قال إن القوات الأوكرانية تمكنت من التقدم مسافة 1400 متر في محيط مدينة باخموت. ودأبت أوكرانيا لأشهر على القول إنها تخطط لشن هجوم مضاد لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب والشرق، لكنها تفرض تكتما صارما حول العمليات وتنفي أنها بدأت عملياتها الرئيسية بالفعل. ومن المتوقع أن يستخدم الهجوم المضاد الأوكراني آلاف الجنود الذين تم تدريبهم وتسليحهم من قبل الغرب، لكن روسيا أقامت تحصينات ضخمة في الأراضي التي تسيطر عليها استعدادا له، بينما تفتقر كييف أيضا إلى التفوق الجوي. انطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة. وأوضح مجلس الوزراء أن المرحلة الأولى للعمل بالمبادرة تشمل 9 محافظات، وهي الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط والقليوبية والفيوم وأسيوط وجنوب سيناء وبورسعيد، مؤكدا أنه يتم إطلاق العمل بالمبادرة في جميع محافظات الجمهورية تباعا. أعربت اللابرونة فيونا هوجسون الرئيسة المشاركة للمجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بالمرأة والسلام والأمن ببريطانيا عن إعجابها الشديد بالجهود المصرية المبذولة في مجال تمكين المرأة. جاء ذلك خلال زيارتها للمجلس القومي للمرأة للتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة وبحث سبل التعاون المستقبلية في هذا الإطار، وذلك بحضور السفير جاريث بايلي سفير بريطانيا في مصر والوفد المرافق لهما. ودع محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة حجاج قرعة وزارة الداخلية قبل سفرهم إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام. وأكد محافظ شمال سيناء أن إجمالي عدد حجاج قرعة وزارة الداخلية لهذا العام بلغ 34 حجا من مختلف مراكز ومدن المحافظة. ووجه المحافظ بضرورة تلبية احتياجات الحجاج طوال الرحلة وحتى العودة. في محافظة المنيا أشاد طلاب الثانوية العامة بمبادرة مؤسسة حياة كريمة تحت عنوان تقدر في 10 أيام التي تتضمن عقد محاضرات ومراجعات نهائية بالمجان في جميع المواد. وتقدم المبادرة مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة في جميع المواد. وتشهد المبادرة تضافرا وتعاونا بين الجهات المعنية لتحقيق مصلحة طلاب الثانوية العامة ولتهيئتهم نفسيا لخوض الامتحانات. مبادرة حياة كريمة اللي حسيت ان هي فعلا ممكن تضيف لاولادنا وبناتنا طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي، وانا معاهم النهاردة وبحاول ان انا يعني اي شيء اقدمه لاولادي وبناتي ده شيء بيسعدني، وانا بعتبر ان اللقاءات دي بتكون من اسعد اللقاءات لينا لان هي بتقربنا من الطلبة وبتخليهم يحسوا بان احنا مهتمين بيهم. طبعا نشكر كل المتطوعين في حياة كريمة، بالنسبة لاكبر استفادة احنا قدرنا نحققها في الوقت دوت، خاصة ان الامتحانات دخل علينا،
خاصة في العربي أو في التاريخ أو في الجغرافيا أو في أي مادة من المواد العلمية أو الأدبية. إحنا أضفنا هنا حاجة جديدة بس إن إحنا جبنا مدرس معانا هنا من نفس المادة اللي قبل الجدول، إنه بحيث إن هو بيدي جزء بسيط نص ساعة أو حاجة قبل الأونلاين، وبعد كده بنستمر معاهم في الأونلاين بحيث إن الطلبة لو احتاجت أي حاجة معلومة بيكمل معاهم يرجع للمدرس فيها. وتواصل مؤسسة حياة كريمة مبادرة هتقدر في 10 أيام بمحافظة الشرقية. شملت أعمال المبادرة مراجعات حياة كريمة للثانوية العامة في 8 إدارات تعليمية بالمحافظة بنسبة حضور تخطت 2700 طالب وطالبة. بجد حابب اتكلم ان احنا النهارده من اكبر صرح علمي على مستوى جمهوريه مصر بالكامل. بجد يعني مؤسسه حياه كريمه برعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقدم كل الدعم لطلبه الثالثه ثانوي شعبه كل الشعب شعبه علم علوم وعلم رياضه والادب كمان لكل الافرع بالتحديد سواء كان عربي لغه عربيه جميع المواد بكل افرعها. انا استفدت جدا من المبادره وهم بيعرضوا لنا فيديوهات المدرسين يعني على مستوى عالي جدا وبيعرضوا لنا كل الافكار اللي كانت وردت في السنوات السابقه وبيقولوا لنا كل الاسئله مفيده جدا بصراحه وبيجيبوا لنا برده مدرسين من المحافظه اللي احنا فيها بيكونوا على اعلى مستوى وبيفيدونا جدا بكل المعلومات. مبادره حياه كريمه يعني بقياده تحت القياده السياسيه تحت اشراف القياده السياسيه وعندنا هنا في هيهيا مشهوره جدا بالتعاون الدائم. لما استدعينا لهذا الامر كان تعاون مثمر ووفرنا كل ما نستطيع توفيره الى وفرنا لهم مدرسه مجمع اللغات وعملنا مسرح كامل بكل المرفقات اللي طلبت مننا. رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء توقعات وكاله فيتش التي اكدت ان سوق الاتصالات المصريه ستوفر مزيجا من الطلب القوي على الخدمات بالاضافه الى مجال كبير للنمو المتوازن خلال الفترات القادمه. وأكد المركز أن تقرير وكالة فيتش توقع بذل جهود مكثفة من قبل الشركات لرغبتها في تعميق العلاقات مع العملاء الحاليين في السوق، وستدعم خدمة الجيل الرابع النمو المستقبلي. هذا وتتوقع وكالة فيتش أن يتم تسويق شبكات الجيل الخامس بحلول النصف الثاني من العام الجاري. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بارتفاع المؤشرات باستثناء تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.148 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 17739 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 41% ليغلق عند مستوى 3637 نقطة، وصعد مؤشر إي جي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 5334 نقطة. أنهى النادي الأهلي استعداداته لمواجهة الوداد المغربي والمقرر لها العاشرة مساء اليوم بالدار البيضاء في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويحمل النادي الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا برصيد 16 مرة. إلى مدينة الدار البيضاء وعلى ملعب محمد الخامس بالمغرب معقل الفريق البيضوي تتجه أنظار الساحرة المستديرة مساء الأحد. مباراة حاسمة يخوضها فريق الأهلي ضد نظيره الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ليختتم بذلك مشواره نحو التتويج باللقب الإفريقي بعدما تمكن من الفوز على الوداد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف ليفتح الباب أمام جميع الاحتمالات في موقعة الإياب من أجل حسم اللقب. ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التتويج بلقب البطولة، ووفقا للائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فإنه في حالة تعادل فريقين في مجموع المباراتين فإنه يتم اللجوء لقاعدة الهدف خارج الأرض واحتسابه بهدفين، وحينها يكون صاحب العدد الأكبر من الأهداف خارج ملعبه هو الفائز من تلك المواجهة.
ويسعى الفريق الأحمر الذي يحمل الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد 16 مرة للفوز في هذه المباراة المصيرية لإسعاد جماهيره التي تنتظر تتويجه باللقب 11 للبطولة. توج فريق مانشستر سيتي الإنجليزية بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه الصعب على فريق إنتر ميلان بهدف دون رد. وبتتويجه باللقب الأوروبي نجح مانشستر سيتي في تحقيق الثلاثية هذا الموسم بعد حصد لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي. بعد محاولات عديدة للظفر باللقب الأغلى للأندية، نجح المدرب الإسباني بيب جوارديولا وفريقه أخيرا في تحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخها على حساب إنتر ميلان بعد موسم استثنائي فرض فيه السيتيزنز سيطرتهم محليا ليحققوا ثلاثية نادرة بعد تتويجه بالثنائية المحلية الدوري والكأس. المباراة شهدت منافسة قوية بين الفريقين، حيث كان الفريق الإيطالي منافسا عنيدا أمام السيتيزنز وأضاع العديد من الفرص المحققة للتسجيل، وظل صامدا أمام المد الإنجليزي حتى الدقيقة 68 عندما وقع رودري على هدف المباراة الوحيد ليخطف لفريقه اللقب الغالي. وبعد نجاحه في قيادة فريقه لحصد اللقب، أصبح جوارديولا أول مدرب يحقق الثلاثية مرتين في أوروبا بعد إنجازه مع برشلونة في عام 2009. بهذه البطولة انضم مانشستر سيتي إلى أربع فرق ضمنت مقاعدها في بطولة كأس العالم للأندية في إنجاز طالما راود عشاق النادي لينضم إلى قائمة كبار أوروبا الذين سبقوه بحمل الكأس ذات الأذنين. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. انطلاق ثالث جلسات المحور السياسي للحوار الوطني ومناقشة موضوعات حرية تداول المعلومات وقضايا مجلسي النواب والشيوخ. مدبولي يوجه بالبدء سريعا في تنفيذ أعمال التطوير بالطرق والمحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير مع قرب افتتاحه. أنباء عن تجدد القتال في الخرطوم بعد انتهاء هدنة استمرت 24 ساعة. وصلنا مع حضراتكم إلى ختام النشرة الثالثة، دمتم في أمان الله.